السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. فاتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم غريبه المرمله او بما تسمى ايضا بالبهله، فكتجي غزاله المذاق ولا اروع، هائله وتحفه كذلك، سريعه التحضير وسهله وناجحه 100%. فاتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. فقبل ما نبدا ما تنساوش تشاركوا في القناه اذا كنتم مازال ما تشاركيش، بالضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، كذلك تضغطوا على زر الاعجاب اذا نال اعجابكم هذا الفيديو، تخلوا لي تعليق باسفل الفيديو، تتابعوني على انستغرام كحط في الوصفات اليوميه ديالي. فنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. إذا بالنسبة للمقادير فغنحتاجو كيلو ديال الدقيق الأبيض الممتاز، 175 غرام الزبدة المذابة الممتازة من أصل حيواني، كأس صغير من الزنجلة محمر ومنقي، كل منقي ومحمر، 200 غرام ديال السكر كلاسي، خمارة ونص من وزن 8 غرام، اذا نص معلقه صغيره ديال القرفه ونص معلقه صغيره ديال السمن. فبالنسبه للسمن فهو اختياري، يمكن لكم تستغنوا عليه. اذا قلت لكم ممكن تستغنوا عليه زلافه ديال من الزيت، قبصه من الملح. اذا بالنسبه لطريقه التحضير فنضيف السكر كلاصي على الطحين، نضيف القرفه كنعتبر كذلك، نضيف عليها القرفه، نضيف قبصه من الملح، قبصه من الملح في جانب، نضيفو كذلك الزنجلان، كذلك غنضيفو الزنجلان، أو خمارات، خمارة ونص كيما قلت لكم، غنضيفو الزبدة، غنضيفو كذلك الزبدة، وكذلك الزيت كما كتشوفوا معايا، ضيفوا الزيت وحنا كنخلطوا، وغنضيفوا السمن كما قلت لكم راه اختياري. اذا غنخلطوا الكل جيدا حتى يندمجوا مع بعض. اذا من بعد ما نضيف لجميع المكونات غنبداو دابا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا، بهذه الطريقه هذه. اذا بنفكوا بهذه الطريقه هذه اذا غنفركوها مزيان، ونخليوها تبات ليله كامله ومن بعد نرجع لكم. بهذه الطريقة هذه. اذا بعد ما فركناها مزيان كما كتشوفوا معايا، دابا غنخليوها تبات ليله كامله ومن بعد غنرجع لكم. اذا بعد ما خلينا ترتاح ليله كامله غنفركو واحد شويه حتى يبدا يكورنا غريبه، تجمع لنا الغريبه، وغنكورو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، بهذه الطريقه هذه. صافي غنستمروا بهذه الطريقه هذه ومن بعد نرجع لكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم، نتمنى تنال اعجابكم. كما كتشوفوا كتجي غزاله في المذاق، كتذوب في الفم، كتجي معلكه، وسريعه التحضير. فكنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. فغنخليكم لدابا نتلاقاو فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، والى اللقاء.